اول طبق هنعمله النهارده السكالوب اللي كنا محضرينه قبل رمضان، ان شاء الله النهارده هنقليه ونشوف بقى نعمل ايه عليه. يعني قلت تغيير، نعمل سكالوب ونحط عليه كده صوص من الديمي جلاس. السكالوب اهو جاهز اللي انا هقليه مفروض خلاص. احنا تبلناه بودره ثوم، بودره بصل، ميه بصل، ملح وفلفل اسود وخل بلسمك وفي كاتشب ومستارده. تبلناه كويس جدا جدا، بعدين عفرناه بالدقيق المتبل، وبعد كده حطيت عليه بيض متبل، بعد كده بقسماط وحطيته في الفريزر. خلاص بقى الصوص اللي هنعمله النهارده، بصل احمر مفروم، كمان عندنا بصل، كمان عندنا فلفل الوان مفروم، كريمه، بودره ديمي جلاس، بودره ثوم، بودره بصل، كمان كزبره ناشفه. خلاص طيب هعمل ايه؟ اجيب الاسكالوب كده احطه في الزيت الدافي خلاص، واسيبه يستوي براحته خالص. بعدين هجيب كده ايه طبق بس عشان اطلع فيه الاسكالوب، ونجيب طبق نعمل فيه بودره الديمي جلاس. طيب بص اهو، نفردهم بس كويس قوي، بس ايه بس شويه. طيب بصوا بقى، حطيت هنا زيت، حطيت هنا زيت، هحط بقى البصل الاحمر المفروم كده اهو، ماشي، وعايزاه يفضل كده بنفس القوام ده، فانا بس هقلبه يا دوبك يدبل، يعني يا دوبك يطرى بس شويه. تمام اهو كده. هنا بقى هعمل ايه؟ هعمل بودرة الديمي جلاس، هحطها هنا مع حبة، بس هحط عليها شوية توابل، مع حبة مية، هحط عليها بقى ايه، رشة رشة جوزة الطيب، الجوزة الطيب مش كتير، ها، رشة بودرة ثوم اهو، وكمان بودرة بصل، الكزبرة هحطها هنا كده. طيب انا ممكن ابتدي اطلع الاسكالوب بقى قبل ما ايه كده، هو تمام قوي. بصوا بنصفي الزيت كويس قوي 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 قبل ما نحطها خلاص كده، فاضل بقى اخر واحده. طيب اهو احط الفلفل الالوان بقى دلوقتي مع البصل كده، اقلب خلاص. احط بقى في بودرة الديمي جلاس هنا شوية حبه ميه عشان بس يعمل لي الصوص او حتى الكريمه، انا ممكن احط الكريمه وخلاص. ده ونقلب كويس قوي قوي. ماشي، واحط كل ده مع ايه بقى؟ مع الفلفل والبصل اهو. شيل حبة دول برضو بيبقوا حلوين، ها يعني امين. الله كده بس، نسيبه بقى شويتين كده لحد ما يتقل الصوص اكتر من كده شويه. حبه بقى فلفل اسود، مش هحط ملح لان بودره الديمي جلاس بيبقى فيها نسبه املاح حلوه يعني، فانا مش هحط ملح خالص، اللي عايز بقى هو اللي يبقى يزود.
بصوا الصوص دي جلاس خلاص انا قفلت عليه اهو، تقل وبقى جميل ويجنن اهو، بس مش عايزه احطه من دلوقتي، عايزه احطه كده قبل ما نخلص على طول عشان يفضل سخن. دي من الحاجات الحلوه قوي اللي انا ممكن يعني بصوا انا هعمل ايه، انا الاسكالوب ممكن نقدمه عادي خالص وممكن نقدمه بالطريقه دي كده، ان انا احط الصوص عليه كده.